كيف ترى الداعية الإسلامي الكبير أستاذ عمرو خالد المشهد الإسلامي في أوروبا؟ هو أول أهم كلمة إن عدد المسلمين في أوروبا الآن من 25 ل 30 مليون. هذا الرقم له دلالات كبيرة ومعاني من كبيرة. 25 ل 30 مليون مسلم مسلم في يقيمون في أوروبا. أوروبا. تمام. المسلمين هم اللي بيخلفوا، أوروبا ما بتخلفش. مما يعني إن خلال 20 سنة هيكون المسلمية غالبية، ممكن تكون لها تأثير غير عادي في التحكم في القرار وفي صنع القرار. هناك أطراف أخرى يغضبها هذا الأمر غضب شديد، وترى إن دي خطورة غير عادية، وهؤلاء هم أعداء الإسلام، وإحنا عارفين إن هؤلاء هم الأعداء. لكن الشعوب الغربية مش عارفة حاجة أصلا عن المسلمين، وكان في لسه إحصائية بتقول إن 70% ما يعرفوش من هو نبي المسلمين، يعني إن محمد نبي المسلمين، دي معلومة غائبة عند ناس كتير من الغرب، وأمثال هذه المعلومات. اسم النبي نفسه مش معروف اسمه لدى. نبي، ومين هو يعني، حتى لو عرف إن نبي المسلمين اسمه محمد، هو مش رابط أي علاقة وإيه دوره ومين دون وإيه تاريخه وكان موجود إمتى، ويعني ما فيش المعلومات صفر. أعداء الإسلام عندهم مستهدف طرد ال20 أو ال30 مليون من أوروبا، أو استفزازهم من أجل طردهم. دول لو بقوا في أوروبا هتكون الموضوع خطير، هؤلاء يجب أن يخرجوا. عشان كده يا استاذ عمرو بتقول كلام خطير جدا، انه في عمليه استفزاز مقصوده ومتعمده لاخراج المسلمين من ديارهم الحاليه اللي هي اوروبا. نعم، والاعداء دول لقوا ان عندهم فكره اكتشفوها مع بدايه الرسوم المسيئه، كانت عجيبه شويه، ان نفس الزرار اللي بتضغط عليه عند المقدس عند المسلمين اللي هو القران والنبي، هو نفس الزرار عند الغرب المقدس عندهم اللي هو حريه التعبير. يعني الشيء المقدس عند الغرب حريه التعبير، عندهم زي القران، يعني طبعا مش بنقول ان، لكن هم شايفين ده المقدس عندهم، فهو بيضرب المقدس بتاع المسلمين بالمقدس بتاع الغرب في ضربه واحده. فهو علشان يطرد المسلمين من اوروبا لابد ان يكون في مسوغ للشعوب الاوروبيه ويدي شرعيه انك تعمل فيهم زي البوسنه. ما هي اصل البوسنه دي في اوروبا، عشان بس ما حدش يقول لك اللي انت بتقوله ده كلام غريب، البوسنه من مش بعيده. فاذا الحل ايه؟ الحل استمرار الاستفزاز وعمل اشياء مستمره تؤدي بالمسلمين ان هم يستفزوا فيخطئوا، يعملوا تفجيرات، يعملوا اي ردود افعال غير طبيعيه، فالشعوب الاوروبيه تقول ايه ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ فيكون هناك مبررات لما بعد ذلك. فدي عملية تهيئة نفسية للشعوب الأوروبية لإخراج المسلمين. بالظبط. ده كلام خطير قوي يا أستاذ عمرو. حضرتك اللي أنا بقوله ده على فكرة في الآخر تحليل، لأن إيه المصلحة إن كل يوم والتاني تطلع أشكال مختلفة من الإساءة ومعروف إن دي بتعمل إيه؟ يعني طب ما هو في خسائر بتحصل. وغير منطقية. يعني هو الناس بيقول لك طب ما هي الدنمارك خسرت اقتصادياً، صح؟ طب ليه الموضوع مستمر؟ لان الموضوع ان هناك من يجد ان في استفاده اكبر، ان 30 مليون ده اهم، ان هم ما بيقولوش اهم من المقاطعه، فبيضغط بهذا الكلام. الحل إيه؟ الحل ان احنا لازم نكون صحيين جدا وايجابيين جدا. مطلوب ايه؟ مطلوب ان المسلمين في اوروبا ال 30 مليون يتغلغلوا ويعرفوا المجتمع الاوروبي والغربي قد ايه المسلمين محترمين وناجحين. دول كلمتين السر. انا محترم وناجح. لو ال 30 مليون نجحوا ان يتجنبوا الاستفزاز ويحولوا طاقه الغضب من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجل الاساءه للاسلام، لان هم يتحولوا لاجهزه اعلام متحركه، ان كل واحد فيهم يقول انا سفير الاسلام، ويتحرك في وسط اوروبا مع جيرانهم في الشركات اللي بيشتغلوا فيها، في مواقعهم، في الأندية الرياضية، في كل مكان فيه الشعوب الأوروبية يستطيع أن يتفاعلوا معهم ويندمجوا معهم، ويوروهم أخلاق متميزة ويوروهم نجاح متميز، هتبوظ الخطة. وهيستمر المسلمين في أوروبا، وإحنا محتاجين 10 سنين اللي جاية دي يا أستاذ أحمد قوي للمسلمين في أوروبا، إن هم يكونوا موجودين قوي 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 وبنجاح كبير.